ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غرباله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. أهلا 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 ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب. شلاء ام هاشم. شلاء ام هاشم. انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين، انا عندي عيلين خاربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40. ايوه كده 40 يبقى كله 160,000 جنيه. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. أي والله يا جداوي 3,000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي مهما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله، كارثه فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقه عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفه، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، ما فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام والدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امال رحمه جت والدتها هناك، سميتها علياء، الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. بالقمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا قضية؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. ده فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء، ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس. تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد امنستها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس، يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه، اروح حاضنك على طول واقعد امنس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. اهدي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please. We are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقه دي عشان ايه؟ عشان عليها ابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا عليها؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No. انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب وردي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. لا بابا ما تعرفش ايهاب وردي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وردي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعه؟ لا عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات. حزين عليه يعني. الله، هو مات راخر. الناس دي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت؟ انا بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش، انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين محمد عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرهي يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي، ما فاضي ما فاضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ مصر وحرامي يا حسن. انا شيخ مصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشر يا باشا. شيل شيل خد. اهلا يا اولاد، تعالوا اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اصبروا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص، انا صوت الجامعه كمان. واي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قالي نفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضة، ايتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم أنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها الجحافل العظيمة، أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق الثاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق الدكتورة جيهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني، هو قايل انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق الثاني. فين؟ في السرادق الثاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد. ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايي عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جيهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره جيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي. يلا انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات.
تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22,600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه؟ احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكوا ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال القضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بوداننا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. انا اشتري عشيز للدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوار خلص على اذنك. تعالى هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول. ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونه والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونه جوه متاهه، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كله على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي،
ناخدها وديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضو فليسقط الشعر دي، احنا ناخدهم الاثنين شهر و75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ إلا رضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعدين. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبة، العيال دي بتفهم. الحلزونة جوه؟ موجودة سعادتك. طيب، اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك. لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا، ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي للرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا، الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا، أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا لا لا، كلام فاضي.
تيجي بالي الإعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا أخوانا في طفرة كبيرة حصلت في الإعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل بأربع أيام. إشاعات مالية البلد عن أنفلونزا الطيور. دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية. إنما الفرخة قدام حضراتكم أهي زي الفل. عامل الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوه دي كلها. سكك حديد مرجان. انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض. والله ابن حلال، بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي؟ العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه. وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه ثانيه؟ ما احنا عملنا الطبعه الثانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضه الحمد لله. أنا بس يعني عايز أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ إمبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايز أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة. ندوة؟ الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رأيك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جايزة الدولة في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزلة. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيه يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن
وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقروسك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانه انا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. بسرعة عبد اللطيف، ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال الحكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده.
انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، الميه اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا. والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي جابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعته. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بالمبلغ على مقاسهم لتجديد مباني الجامعة. ده شيء كتير. ده كلام زيادة والله. أخباري المعامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ أيوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا. ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية. هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. تكلم سيادة الوزير، انت فادت ريفير مثلا، دي مسألة بسيطة جدا. طب
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي اثناء الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. مهتاب شريف، قولي يا مي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل لي ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميه. ها نشغل بعض شويه وانا تحت امرك في اي خدمه يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هديه مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقه عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ بس احنا بصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو، يعني ما اسمح لكم كده انكم انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه. اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين؟ أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش وبعدين. أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. ايه بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي. لا بقى ده كوسة بقى. كوسة على من كوسة. هنعمل بقى شوية كل واحد يعمل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا أنا سعيد جدا إن أنا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي ما تكلمش حد.
تشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت أبلة حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش أبلة والورق كله بيتلم اخر محاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عملت قلت مع البيت من الصبح ومحدش ملعين. يا ماما حرام عليك ما ينفعش كده. ما انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اخدك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوابك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل حضارات. اونكل حرام يا اونكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق دي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من الحديد. ما اضرب بيد من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمه بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتى؟ هو مدلوق عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلاله دبور. وانت حبيبي. السيجاره دي دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ جايز لخبوره دبور. دن بابا. بابا ايه ده انت اللي بابا؟ حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا دارب حاجه. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرج يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان proceeds to the dean's office. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري والله. ايوه
وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الأضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس أنا بقى أقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والأخ تامر المجروح عايز مني إيه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وأنا شافه بأنت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجة عجيبة والله مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده؟ امال بيحبها حب ايه؟ يا انكل علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يانتموا مع بعض. برضو ماشي. حقكوا عليا، أنا غلطان. دماغك يا ابن أبو سعد. دي مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا أخ محمود؟ لازم تعرف يا أخ مرجان إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعاً وراءك لنطهر الجامعة من الفساد والرذيلة. العلم صاحبين يا أخ محمود. صاحبين يعني إيه يا أخ مرجان؟ ما أنت مين؟ أعوذ بالله من غضب الله. يا أخ مرجان، أنا بدعوك للانضمام إلى أسرة نور الحق لنكون معاً جبهة ضد الانحلال والتسيب. أنا معاكو. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مورجان، أحب أقدم لكم الأخ مرجان أحمد مرجان، عضو جديد معانا في أسرة نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي الأخت باكينان، زميلة معانا في الكلية وعضوة هنا في الأسرة. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اخت باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا الانشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيراً يا أخ مرجان، أصدرنا جريدة نور الحق بالجهود الذاتية. طب والأخلاق يا أخ محمود؟ الأخلاق؟ وديك شايف منظر البنات في الجامعة عامل إزاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا أخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصية. الله، يتجوزوا إزاي وهم لسه بيتعلموا وأهاليهم بتصرف عليهم؟ يا أخ مرجان، إن زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة إلى حفلات صاخبة. يعني يتجوزوا في السر؟ إن الزواج في السر أهون بكثير من الفضيحة في العالم. آه، عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني أنتوا برضو مأنتمين، وده تفرق إيه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ إيه ده؟ أنت إزاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ أقتحم؟ ده أنا أكسر البيت ده فوق دماغي. يلا طويع على البيت، على اخر الزمن مش عارف ارافيك. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو نعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي كله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه. يلا طويع على البيت. يلا خلاص، الايام اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، وإذا كانت الجامعة ما عرفتش تربيكوا أنا هربيكوا. مستعرين مني وأنتوا تعروا بلد؟ وأنا كنت موديكوا الجامعة عشان تتعلموا ولا عشان تنتموا؟ وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا هنا عشان الفالنتاينز دي يا أنكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا أنكل. وجاي تحب مين هنا إن شاء الله؟ أنا جاي بالدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. آه، تطلع لها وقول لها إن تامر عايز. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. بابا 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 بابا
عارف لو شفتك بتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مورجان، ما تيجي تفروط الشيء وتليط الضيق، في ماسوره نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. هاي هاي هاي. أبوك بيشتغل إيه يا دبور؟ حرامي. حرام؟ سرق إيه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعة. عندكم مزرعة؟ سجن المزرعة، واخد 15 سنة. أمال أنت بتصرف منين؟ إيه؟ فلوس أبويا. طب أنت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. أمال أنت بابا بيشتغل إيه؟ ده الشيك أنكل بابا هيثم. آه معاه في المزرعة. آه. وأنت أبوك بيشتغل إيه؟ أنت كده. فلة. أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ هل الانسان كائن اخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير، ام انه يكتسب ذلك من تاثره بالبيئه المحيطه به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصه الحضاره ان الاخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك فيه؟ مش عارف اذاكر يا حسن، عندي امتحان يوم الاحد شفوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكل وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبزه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحى بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصه سعيده. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعده المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا.
طفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كم في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك $800. $800 بعد 20 سنة في التعليم الجامعي. عندك أولاد؟ 4. 4 و $800. تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور إسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوا له نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو إن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. جابكوني لف خبيركم، مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جايب لي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا ما لما الخون في 60 حاجه خايبين وساقطين؟ قولوا لي اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه وانا فاضلكم؟ كل واحد اعتمد على نفسه، وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه بتدي 10% اعمال سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. طب تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لايمان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد. هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان، أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله، في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0، هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله، استلم من هاشم ماشي وشرب الخارجية الحلوة، وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين؟ يا نهار أبيض، إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي، اخذ واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي، اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي، روعه يا ابني، روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني، 3-0 لصالح العهد. ماشي امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض، ضربه جزاء صحيحه لمورجان.
تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 جوه جول. الله عليك يا حبيب والديك، روعة يا ابني روعة، ارقص غني. الله أكبر الله أكبر. 3-1 ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان، يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان، برأسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2 الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون، مفيش رايح مفيش صفارة، ترقيصة هي دي، هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين هيلعب العرضية، يا جسمك يا مورجان يا يمينك يا تامر، هوبا الله الله الله. 3-3 بوكس يمين، اهدى بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض، هي دي التحية في بطنه، يا نهار ابيض يا مورجان، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه امين، اللهم اجعل مثواه الجنة امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع، ماشي من ناحية شمال أيثم دبور، 3-3 هيلعب عرضية، هي دي، هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان، خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان. 4-3 جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني، روعة يا مورجان روعة. مورجان احمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لاك للفرقه الثانيه، والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر، واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها، وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه، دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله، دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ، انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي يا مرياني اللي منتمه مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمه مع وائل. البنت دي ما بتهمتش ابدا. الله، مش دي نورهان اللي منتمه مع عدي؟ ما هي نفضته ودلوقتي منتمه مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق منتمه مع محمود، من تحت بقى منتمه مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل، كويس قوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها، ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اهلا وسهلا يا استاذ مرجان. اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من هنا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي، لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف، عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا، مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون شخصيه. كل ده في الجمله دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح، هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي، الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل، هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم، بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. دي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ، دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم؟ طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم.
لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحج المعنى. لقد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ أيوة حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك قول له انت. هو بقول لك. جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! حرام! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني، إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود، اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. انا نسيت، ده احنا في رمضان صحيح. رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي إيمانك، أنا بحب الشباب المؤمن. أنا عايز أشتكي لك، مصاريف الجامعة بقت كتير قوي. الله، الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعة دي. بتعمل إيه في حكاية المصاريف دي؟ أنا الحمد لله داخل الجامعة بمنحة تفوق. منحة تفوق. أنت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟ البصراوي. بصراوي دي فين دي؟ ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حودة. اخواني، لا يجب ان تحركنا الاحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والاخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان احمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، ال 300 فدان اللي حواليها دي ارض فاضيه تبع الجامعه برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الارض دي. هنا هيبقى في مساكن للطلبه المغتربين، ودي فيلل للاخوه العرب اللي هييجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعه. نظام فندقي خمس نجوم. دي منطقه مطاعم، مطاعم كلها توكيلات اجنبيه، مطاعم سوبر لوكس ممتازه. طبعا احنا مش هننسى اعضاء هيئه التدريس، ده انا عامل لهم شقق دوبلكس حكايه. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس اهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعه يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا واشرافنا، المانع. وايه ده؟ ده حاجه لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. انا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعه برضه عشان يعملوا فيه مظاهرات،
بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الامن ويعملوا لنا زيطه ودوشه، ها يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شويه زلط على شويه طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم امن مركزي ونبقى كلنا مع بعضينا. بس ايه دور الجامعه في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه، انتوا هتدفعوا 200 وانا هدفع 200. ايوه بس الجامعه هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانيه ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. آه مرجان بيه، الموضوع ده كبير محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك. انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتفضل المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتوره. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره لا للعمولات لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 لا مرجان اه. 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 مرجان احمد مرجان. مرجان احمد مرجان. هتعيشوا حياتكم بالمجان. قولي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش تلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة، اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجه. اتجاهكم مين يا نهى؟ لا تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في الحرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعاده، امشي امشي امشي. يلا عوده الجيل الجديد ده مفيش حاجه عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان. خير؟ هديه بسيطه كده، حاجه على ما اسمه. بمناسبه ايه؟ اول عاشوره، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبه عاشوره؟ ده طقم الماس عشان الرقبه الحلوه دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان،
تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. أنا آخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع برا برا. مرجان بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفيني وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيجي حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي كده؟ ايه ده بس، اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس تعليك حاجات تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميره حلوه وتيجي هنا تعيش ملك. وحشه دي يا ابراهيم، يا ابراهيم. عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة جهان مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. هاتلي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضل يا فندم.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. أنت عايز مني إيه يا مرجان؟ عايزك. ما أنت قلت لي الكلام ده قبل كده، قلت لك لأ. أنا فيا إيه مش عاجبك؟ إيه العيب اللي فيا؟ عيبك إنك إنسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق يا اما يشحت يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان المادة بتاعتي الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك معرفتش اجيب اسئلة الامتحان. يعني ايه معرفتش تجيب اسئلة الامتحان؟ امتحان تلمو في الجامعة بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام حبايبنا كل سنة. سعادتك دكتورة جيهان حطها على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. لو كنت برشامة حسن. استغفر الله. تكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيل. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. انتوا هتفرجوا عليه؟ خدوا على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول تحقيق. قوم. بيوتي يلا، كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم. جايين تشمتوا فيا. جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك. بالعكس، احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز. مش محتاج مساعدة من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي. أنا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك أنت بس، عشاننا إحنا كمان. وبعدين يا بابا إحنا مش هنسيبك، إحنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي أنت وهي، أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنين أنتوا افلحوا بس. يا بابا إحنا مش عاوزين منك أي حاجة،
احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليا لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي. بس انا مسامحك. وهشرفك. لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر. وهنجح. هشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي. عشان خاطري يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هدى بقى بابا. هات يا بابا.
هات يا بابا بقى. ها بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا. مبروك يا بابا. مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا ناجح. ايه؟ انا نجح. انا نجح. مرجان احمد مرجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه. الشبكه